لعدد من الصحفيين والإعلاميين في كركوك للتوعية بمخاطر الألغام وأنواعها وسبل درء مخاطرها. نظمت المؤسسة العامة لشؤون الألغام التابعة لحكومة إقليم كردستان ورشة عمل اليوم في كركوك لمجموعة من الإعلاميين والصحفيين. الهدف منها كان توعية الصحفيين أولا بمخاطر الألغام المتنوعة المزروعة من قبل العدو وكيفية التعامل معها، وأيضا معرفة المواطن من خلال المؤسسات الإعلامية بهذا الخطر المحدق بهم حين خروجهم أو تواجدهم في أي مكان خطر. قمنا بعمل ورشة عمل أو كسيمينار لتوعية الصحفيين والإعلاميين في التلفزيونات والقنوات التلفزيونية لمراجعتهم لجبهات القتال والمناطق التماس لوجود مخالفات حربية، العبوات الناسفة والألغام وغيرها، كيفية محافظة وتعليمهم كيفية المحافظة من مخاوف هذه المخالفات الحربية في هذه المناطق. نحن اخترنا هذه الفئة الصحفيين والإعلاميين لأنهم كالمقاتلين تواجدهم مستمر في جبهات القتال وفي المعارك لتغطية الحوادث اليومية التي تحصل في هذه المناطق، فلهذا اخترنا هذه الفئة، فهم في مراجعة مستمرة في هذه المناطق لكيفية الحفاظ على أنفسهم وكيفية حفاظ المواطنين على خطورة هذه العبوات وهذه المخالفات الحربية. إعلاميون وصحفيون أثنوا على إقامة هكذا دورات لتوعية الكوادر الإعلامية، لأن المراسل الصحفي يعتبر مراسلا حربيا لمشاركته قوات البيشمركة خاصة في هذه الأيام جبهات القتال في حربهم ضد إرهابي داعش. ضروري جدا أن يتلقى الإعلامي والمراسل الحربي المواطن. لا تنسى ان الجهاز التلفاز هو يدخل كل بيت، يعني الرجل الكبير، الطفل، المرأة اللي موجودة في داخل البيت، كل الشرائح الاجتماعية تنظر الى هذا الاعلام المراسل. يمكن احنا في بداية كل يوم نفتح القنوات الاعلامية ننتظر جميع المراسلين. بالتأكيد هكذا نشاطات وهكذا حملات توعية وتثقيف ضرورية جدا، سيما انه نحن الان نعيش في حالة حرب وهناك مناطق تطهر وتحرر من قبل البيشمركة ويتقدمون ويتم القضاء على داعش ومخلفات ما يبقى من الإرهاب من الأسلحة والأعتداء والمواد الانفلاقية والمتعرضة للانفجار. هذه تشكل تهديد كبير على خطر القوات البيشمركة وعلى خطر حياة الناس فيما بعد عندما يعودون إلى هذه المناطق المحررة. فأعتقد أنها يعني خطوة مهمة جدا وتحتاج إلى إعادة هذه النشاطات وتوسعة مدى نشر هذه الثقافة من خلال وسائل الإعلام لكي يكون الكل على علم واطلاع. مخلفات الحرب كثيرة وأخطرها الألغام المزروعة في المناطق الواسعة من جبهات القتال، فالمؤسسات الإعلامية لها دورا فعالا في توعية المواطنين من خطر الألغام. هالورد حسن، فضائية كركوك. في الختام لما يتبقى